السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مرحبا بكم أصدقائي، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله موعدنا مع تقديم المشروع، هذا المشروع الجديد اللي هو سويس كوين. إذا إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى مجموعة من المواضيع، المواضيع اللي سوف نتطرق إليها اللي هو بداية لبداية الاستثمار في سويس كوين، ثم ان فهي فرصه تشانس، اذا هي فرصه سانحه للاستثمار، كذلك فهي تستحق صراحه عن جدارة واستحقاق في هذا المشروع للاستثمار فيه، كذلك السوق هذا العملات الرقميه التي سوف نتعرف عليه، وكذلك هذا المنتوج الذي سوف نتعرف عليه ان شاء الله، وكذلك نتعرف على فرص السانحه لسويس كوين واستخدامها من بين العملات الرقمية. نعم. إذا إخوة الكرام، إذا نظرنا إلى التاريخ، يعني تاريخ العملات بصفة عامة اللي هو تاريخ العملات والعملات الرقمية، فبدأت العملات تقريبا بشكل بسيط، يعني كانت هناك مجموعة أو أنواع من الأحجام من الورقية أو حتى الفضية أو نحاسية أو مجموعة من أشكال العملات عبر العالم. بعد ذلك ظهرت بطاقة الائتمان، يعني فيزا وماستر كارد التي يعرفها الجميع، من أجل الأداء عبر الإنترنت أو كذلك عبر الصراف الآلي أو لغير ذلك، من أجل التعامل بالأموال بصفة يعني رسمية أو بشكل رسمي. فظهر في السنين الأخيرة ظهرت عملات جديدة اللي هي العملات الرقمية، نعم العملات الرقمية، ومن بين أفضل العملات التي لقت نجاحا كبيرا يعرفها الجميع اللي هي البيتكوين، نعم هي التي لقت نجاحا كبيرا في السنين الماضية. وبالنسبة لهذه العملات إخوة الكرام الرقمية، فهي تعتمد على خوارزميات، يعني خوارزميات رياضية من أجل تشفيرها واستخراجها، وكذلك يتم تعاملها بشكل إلكتروني بشكل سريع وأفضل من العملات العادية التي هي نلمسها باليد المجردة. إذا فالعملات الرقمية فهي عملات افتراضية ويتم استخراجها عن طريق التشفير وتشفير بعض الخوارزميات كما قلت الرياضية المعقدة، من أجل حمايتها من التزوير. نعم. إذا بالنسبة للإخوة الكرام، كلكم تعرفون البيتكوين. بطبيعة الحال البيتكوين لقت شهرة كبيرة من بين العملات الرقمية يعني عبر العالم. إذا بالنسبة للإخوة الكرام، تعرفون طريقة التشفير، يعني الآن إن شاء الله سوف نتكلم عن عملية التشفير خاصة في سويسرا، لأن سويس كوين فهي تقريبا يعني تستخرج من سويسرا، ويعني الإدارة والشركة كلها هي فهي تتواجد في سويسرا. إذا هذا مثال يوضح كيف يتم بالنسبة يعني تعدين العملة وتشفيرها من داخل سويسرا، هي التي إن شاء الله سوف تكون اعتمادها، وكذلك بالنسبة للمحافظ كل شيء إن شاء الله سوف يكون من سويسرا إن شاء الله. بالنسبة للإخوة الكرام، هذا المنحنى يبين لنا يعني تاريخ ارتفاع البيتكوين عبر العالم، يعني قيمة البيتكوين كما ترون في هذا المنحنى، يعني كان تقريبا 2009 ثم 2010 ارتفع، عفوا ارتفع في سنة 2010، ثم وصل حتى 1000 أورو في 2012 2013 عفوا، واستقر الآن يعني تقريبا في 460 أو 450 يعني كمبلغ من أجل تحويله وصرفه مقابل العملات الأخرى، الدولار أو الأورو. نعم. هذا بالنسبة للبيتزا إخوة الكرام، تاريخ هذه البيتزا تبين أن هذه البيتزا كانت في عصر ما تساوي تقريبا 10 دولار في 2009، وبعد ذلك ارتفع قيمتها إخوة الكرام، فأصبح ثمنها في 2013 أو 2014 على ما أعتقد أصبح ثمنها 3 مليون دولار. يعني هذا يبين لكم إخوة الكرام قيمة هذه العملات الرقمية، نعم قيمة هذه العملات الرقمية، وكيف نستفيد منها ونستفيد منها كثيرا. كذلك إخوة الكرام، هذا يبين كذلك هذه الصورة أن بعض الأشخاص الذين استطاعوا أن
يعني أن يكونوا يعني ملايين، يكونوا ملايين فقط من البيتكوين، خاصة الذين استغلوا هذه الفرصة في الأوائل فأصبحوا يعني من أصحاب الملايين، وحققوا حريتهم المالية فقط من ارتفاع هذه العملة الرقمية كما قلت. نعم. الآن سوف نتكلم عن خصائص السويس كوين. إذا السويس كوين هي آمنة وحقيقية، يعني كريبتو كيرونسي، إذا فهي عملة رقمية آمنة وحقيقية. تشفير وتوزيع 200 مليون عملات معدنية مجانا، سوف يتم إن شاء الله توزيع 200 مليون عملات مجانيا فقط بالنسبة للأعضاء الذين يتسجلون يستغلون الفرصة الآن. مشاركة الربح مع الأعضاء، كذلك فهناك مشاركة ربح من خلال التسويق إن شاء الله سوف نتعرف عليه، وكذلك شركات من سويسرا، فالشركات فهي من سويسرا، أنتم تعرفون سويسرا فهي معروفة على الصعيد العالمي بالنسبة لتعاملاتها المالية، وكذلك الأبناك العالمية فهي متواجدة في سويسرا. كذلك بداية استثمار كتلة ابتداء من 4 يونيو 2016 تقريبا إن شاء الله سوف يبدأ إن شاء الله في تعدين العملة الرقمية سويس كوين ابتداء من 4 يونيو إن شاء الله، ويفتح السوق إن شاء الله من أجل تعدينها واستخراج هذه الخوارزمية الرياضية التي تكلمنا عنها في الأول. ومن المحتمل أن يتم تقريبا استثمار أو استخراج أكثر من 10 مليار كريبتو كوين، يعني استخراج أجزاء من سويس كوين حتى العشرات مليار جزء إن شاء الله، وهذا مهم جدا بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في هذه العملة الرقمية الواعدة. نعم. بالنسبة للإخوة الكرام، هذه توقعات ارتفاع ثمن سويس كوين من 2016 حتى 2020. إذا سوف تبدأ إن شاء الله في سنة 2016 في هذا يعني في هذا الشهر إن شاء الله المقبل ب 0.30 أورو إن شاء الله، وسوف يرتفع إن شاء الله إلى 1 أورو 2017، ثم إلى 2.50 أورو إلى 2018، ثم 5 أورو 2019، ثم 10 أورو إلى 2020 إن شاء الله. هذه فقط بعض التوقعات الأولية، أما يمكن أن يكون توقعات أكثر وأكثر إن شاء الله، ذلك على حسب المستثمرين الذين يستثمرون في هذه العملة الرقمية. بالنسبة للإخوة الكرام، توزيع طريقة الأرباح، يعني طريقة توزيع الأرباح على مجموع الأعضاء أو حتى المشتغلين مع الشركة أو المطورون أو المستثمرون أو إلى غير ذلك. إذا يتم توزيع الأرباح على الشكل التالي: 1% بالنسبة للمطورون، يعني بالنسبة للذين يشتغلون في السيرفرات أو الذين يشتغلون في يعني استقطاب أو استخراج هذه العملة الرقمية. 1% كذلك يعطى للمستثمرين، و18% المضاعفات، يعني سبلايت مضاعفة هذه العملات سوف يعطوا لها 18%، و80% تعطى للعموم، يعني للأشخاص، جميع الأشخاص معروفين أو المشاركين في البرنامج يتم توزيع حتى 80% من الأرباح عليهم. إذا هذا منحنى يبين كيف طريقة توزيع الأرباح على الكل، كل الذين يشتغلون في هذه المنظومة اللي هي منظومة السويس كوين. بالنسبة للإخوة الكرام، هذه هي الباقات، باقة الاستثمار في سويس كوين. هناك باقة، يعني مجرد تسجيل، هناك باقة مجانية من أجل أن تدخل وترى الحساب وترى كل شيء، فهذه مجانية لن تستفيد منها أي شيء، فقط من أجل أن ترى الحساب. بالنسبة للباقة الأولى اللي هي تريني، يعني تبدأ بين 25 أورو، وهذا صراحة امتياز كبير، أما الباقات غير غالية في الثمن، يمكن أن تبدأ حتى من 25 أورو. تستفيد من 200 توكن، يعني اللي توكن هم يعني الاجزاء، اجزاء العمولة، ثم تستفيد من واحد سبلايت، يعني السبلايت هو المضاعفة، سوف نتكلم عليه ان شاء الله، اللي هو مضاعفة العملة، يتم مضاعفة هذا الاستثمار الذي قمت به. هناك باقة تيستي 58 اورو، تستفيد من 50 توكن وواحد سبلايت. باقة تيستر لثمنها 100 اورو، تستفيد من 1000 توكن وواحد سبلايت. كذلك الاكاديمي، اكاديمي يعني المستويات الاكاديمية هي التدريبات، هي تدريبات على وش تاخذ شواهد على تدريبات من المستوى الاول حتى وهكذا ترتفع في المستويات. هناك كذلك الاخوة الكرام باقة تيستر عفوا 250 اورو، 2500 توكن وواحد سبلايت. تيستر 500 اورو ثمنها، وتستفيد عفوا وتستفيد من 5000 توكن وواحد سبلايت. نعم. عفوا، قلنا 500 اورو واحد سبلايت. تريدر 1000 اورو، تستفيد من 10000 توكن و2 سبلايت. كريبتو تريدر 2500 اورو، تستفيد من 25000 توكن و2 سبلايت، يعني مضاعفة مرتين.
ثم كريبتو ماكلر لتمن 5000 اورو وتستفيد من 60000 توكن و2 سبلايت، وكريبتو بروكر 7500 اورو 90000 توكن 3 سبلايت، كريبتو مانجر 10000 اورو 120000 توكن و3 سبلايت عفوا، وكريبتو ديريكتور 15000 اورو و200000 توكن و لعب وثلاثة سبلايت مضاعفة بالنسبة للإخوة الكرام هذه الباقة الأخيرة. إذن الآن سوف نتكلم عن أرباح الفريق، يعني أرباح العملة الفريق. بالنسبة للإخوة لعملة الفريق فهناك عدة أنواع، يعني حتى الخمسة أنواع من عملة الفريق. هناك عمولة مباشرة اللي هي 10%، يعني بمجرد أن الشخص الذي أحلته يشتري باقته يعني تأخذ 10% عمولة. هناك عمولة اف سي بونيس هي 10%، هي تأخذ المكافأة في مدة 30 يوما. بالنسبة للإخوة الكرام الشروط، شروط هذه العمولات إن شاء الله سوف أتكلم عنها إن شاء الله عن قريب، سوف أشرح لكم كل شيء، فقط أنا أعطيكم تقديم البرنامج. نقلنا 10% اف سي بونيس تأخذها في 30 يوم مكافأة البداية السريعة تسمى، ثم 22% للتيم بونيس يعني يعني ل 22% للفريق يعني عملة الفريق فقط تحتاج لمشترك واحد على اليمين واحد على اليسار، يعني سيستم بينير يعني نظام المصفوفة الثنائية، واحد لديك واحد على اليمين واحد على اليسار تأخذ حتى 22% عمولة من الفريق. هناك كذلك الماتشينج بونيس، نعم الماتشينج بونيس اللي هي عمولة من أرباح فريقك تأخذ كذلك عمولة من أرباح فريقك حتى 11 مستوى، فهناك حتى 11 مستوى. وهناك عمولة 1% اللي هي الديامون بول، هي عمولة من رقم معاملة الشركة يصل حتى المليون أورو تأخذه، يمكن أن تأخذ حتى المليون أورو من معاملة الشركة جميعها، فقط هناك بعض الشروط من أجل أن تحصل على هذه العمولات. إن شاء الله سوف نتكلم عن هذه الشروط إن شاء الله عن قريب عاجل كي تفهموه جيدا. نعم كذلك إخوة الكرام هناك الترقيات، وهذا مهم جدا، هناك الترقيات في المستويات، وهناك كذلك إخوان جوائز على هذه الترقيات. سوف إن شاء الله تبدأ الترقية الأولى تحتاج إليها إلى 1000 نقطة. هذه النقطة إخوة الكرام، هذه النقاط فهي لديها علاقة بالفريق، يعني كلما كان فريق قوي كلما أنت كذلك تستفيد، كلما كذلك الفريق يستفيد. إذا بالنسبة لهذه النقاط فلديها علاقة بالباقات، كل باقة يعطى عليها بعض النقاط، هذا مفهوم. إذا إخوة الكرام بالنسبة للرتبة الأولى اللي هي جاد تحتاج إليها إلى 1000 نقطة، ثم تحتاج إلى 2 بارتنين يعني 2 مشتركين. بالنسبة للرتبة عفوا بالنسبة قلنا بالنسبة للجاد تأخذ يعني الشهادة، شهادة على الدروس، الدروس يعني هذا هو الجائزة. بالنسبة لباقة بير تحتاج 5000 نقطة، واحد جاد يعني واحد جاد يعني يكون لديك في فريق واحد واحد ارتقى إلى رتبة جاد، يعني هذا مفهوم. إذا عندما يرتقي واحد في فريقك جاد سوف تصبح بير، وبالتالي تأخذ كما قلت رتبة أخرى وشهادة أخرى من ميزة أخرى مرتفعة. بالنسبة لسفير تأخذ لما تصل على 10000 نقطة وجوج جاد تأخذ كذلك شهادة، عندما تصل روبي يعني 25000 نقطة وتحتاج إلى 2 بير، يعني هذا بير تحتاج واحد عفوا واحد بير، سوف تحصل على 500 أورو بونيس وتحصل على كذلك شهادة امتياز. بالنسبة لرتبة إميرات 50000 نقطة وواحد سفير تحصل على 1000 اورو وشهاده، والماك بوك، ماك بوك اير يعني حاسوب من الفئه الماك بوك، عندما تصل الى الديامون يعني 100000 نقطه تحتاج الى واحد روبي تحصل على 2000 اورو بونيس، و يعني و واحد يعني جزء عفوا يعني ما اقول هو قنينه واحده من او جزء واحد من الديامون، يعني كتعرفون الديامون يعني تاخذ يعني باقه من الديامون اذا صح التعبير. عندما تصل رتبه بلو ديامونت 250000 نقطه تحتاج الى واحد اميرات لكي تصل الى هذه الرتبه، تحصل على يعني 5000 اورو ثم شهاده ثم 2 باقات من الديامون. الديامون يعني شكل الذهب ولكن ليس الذهب ولكن هو الديامون، يعني باقات الديامون، اظن انكم فهمتم ما اقصد. بالنسبة للجرين ديامون تحتاج 500000 نقطة، بالنسبة للجرين ديامون تحتاج إلى 500 نقطة، 500000 نقطة واحد ديامون
تحصل على 10,000 بونيس ثم 3 طبقات من الدياموند. بالنسبة للروبل دياموند مليون نقطة، ثم تحتاج إلى 2 دياموند لكي تتلقى. تحصل على رولكس جولد، يعني عفوا، إذا جزء من الذهب، ثم 20,000 بونيس، ثم 4 قنينات من الدياموند. عندما تصل ريد دياموند 5 مليون نقطة، ثم تحتاج إلى 5 دياموند لكي ترتقي، تحصل على 100,000 أورو بونيس و 5 من قنينات الدياموند. بلاك دياموند 10 مليون نقاط، وتحتاج إلى 10 دياموند، 250,000 أورو. ثم إخواني الكرام، منزل، نعم منزل، أعيد أوردر، هذا تعني منزل، منزل بفئة 250,000 أورو، ثم 200,000 أورو بونس مجاني، ثم 6 من القنينات للدياموند، ثم شهادة اعتراف دولية. آخر رتبة إخوان الكرام، هي الرتبة المهمة صراحة، من يصل إليها فهو محظوظ جدا. تحتاج إلى دوبل بلاك، عفوا، تحتاج إلى 20 دياموند، نعم 20 دياموند في فريقك، و50 مليون نقطة، وتأخذ 1,000,000 أورو، نعم 1,000,000 أورو كبونيس، وفيلا، فيلا من فئة 500,000 أورو، فيلا يعني في تفوز بفيلا يعني في جزر الهاي، أو جزر يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في ألمانيا، أو في سويسرا، لما لا، يعني فيلا من الطراز العالي، وستة سبعة عفوا من باقات الديامون. إذا من صار هذا الرتبة فهو محظوظ جدا، فهو وصل إلى حريته المالية، وبالتالي قد حقق الإنجاز. نعم، الآن سوف نتكلم عن الامتيازات. إذا ما هي امتيازات السويس كوين؟ إذا الامتيازات أن المقر الرئيسي في سويسرا، تلقي أكثر من 2 مليون عضو مكافأة ترحيبية. إن أخوة الكرام، هناك مكافأة ترحيبية الآن عند التسجيل، إن شاء الله تأخذون مكافأة. مكتب افتراضي قوي للمتابعين، أن المكتب الافتراضي فهو قوي وآمن، جد آمن، سوف إن شاء الله يعني عن قارب العاجل يتم وضع كل لمسات فيه. وكذلك حزم اشتراك ابتداء من 25 أورو فقط، فهي تقريبا هذه كذلك فهي امتياز في السويس كوين. كذلك إخوة الكرام، طرق الدفع، هناك البنوك الإلكترونية، وهذا امتياز كذلك كبير، هناك البيزا، هناك الباير، وهناك التحويلات البنكية، وهناك كذلك البيتكوين. إذا إخوة الكرام، هذا امتياز كذلك كبير بالنسبة للاستثمار أو شراء باقات في السويس كوين. كذلك إخوة الكرام، امتيازات هو التسجيل مجانا لجميع الأعضاء، نعم فالتسجيل فهو مجاني. كذلك محفظة إلكترونية آمنة مجانا لجميع الأعضاء، أن محفظة إلكترونية آمنة للجميع، وفرصة تاريخية، أن هذه حقيقة فهي فرصة تاريخية أن نستفيد منها وأن نستغلها نحن الأوائل. وكذلك برنامج نيتورك ماركوتينج فريد من نوعه، فالبرنامج فهو فريد من نوعه، لم نجده في أي مكان، وكذلك فامتيازته فهي عديدة كما قلنا. الآن سوف نتكلم عن استراتيجية الحفاظ على رأس المال. إذا الشركة فهي تعتمد على بعض الاستراتيجيات من أجل الحفاظ على رأس المال وتصوير الشركة. فهناك استثمارات في 30% في العقارات، ثم 30% في الأسهم، ثم 30% في المعادن الثمينة، ثم 5% من الأوراق النقدية، و 5% من تشفير العملات الرقمية. فهناك توزيع هذه الثروات من أجل استقرار الشركة والمحافظة على استمراريتها. إذا 30% في العقارات والغابات والأراضي الزراعية والبحيرات، استثمار 30% في الأسهم واستثمارات الشركات، 30% عفوا 30% يعني 30% كذلك من الاستثمارات في المواد الثمينة المادية، المعادن والعناصر الأرضية النادرة، 5% في الأوراق النقدية على سبيل المثال في الأورو والدولار، ويعني العملات معروفة، و 5% في تشفير العملات الرقمية. نعم، بالنسبة للإخوة الكرام، بالنسبة للسويس كوين فهي فرصة تاريخية، فالسويس كوين فهي فرصة فريدة من نوعها، سوف تغير إخوان الكرام حياتك إلى الأبد إن شاء الله. كذلك إخوان الكرام، الاستقلال، يعني تساعد الآخرين لمستقلة عن البنوك والدول التي سيتم الوصول إليها، والحرية في الاستخدام. كذلك إخوان الكرام، الأمن، الرغبة في الأمن لمدخراتها، نعم الرغبة في الأمن لمدخراتها.
وكذلك الاستقرار وتحدي الأزمة المالية الأخيرة التي يعرفها العالم. كذلك العدالة، يعني العدل في حياتنا، المزيد من النجاح والمزيد من الفرص والمزيد من الدخل والمزيد من السعادة والمستقبل. كذلك إخوة الكرام، الحقيقة والوضوح وموقف السلامة للكشفيرات الرقمية الجديدة. كذلك إخوة الكرام، الحرية، حرية الناس في أن يعيشوا حياتهم الخاصة هي المهمة المركزية لدينا إن شاء الله للجميع. كذلك إخوة الكرام، سويس كوين فهي فرصة فريدة من نوعها، حيث أن إخوة الكرام الأزمة المالية الأخيرة وأزمة العمولة الحالية جعلت الثقة في المؤسسات المالية اهتزت بشدة، والمزيد والمزيد من الناس يبحثون عن خدمات مصرفية إضافية مستقلة، نعم إضافية مستقلة من الدول قيمتها محترمة. كذلك الإنترنت حاليا إخوة الكرام حوالي 3.5 مليار مستخدم، يوفر إمكانات من الزبائن المحتملين لاستخدام العمولات والتشفير التشفيرات الرقمية. كذلك إخوة الكرام، إحالة التسويق جنبا إلى جنب مع وسائل الإعلام الاجتماعية يعطي الجميع فرصة على المدى القصير والطويل لصالح نمو الشركة. نعم، استراتيجية جديدة يعمل بها سويس كوين، حيث أن 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 التاريخ، يعني التاريخ يعني أكد لنا أن فرص تشفير العملات الرقمية يكون أكثر من البداية، نعم، وفرصة حقيقية للاستثمار لا يجب الاستغناء عنها، وبداية يعني من الآن، ابدأ اليوم وحدد المسار لمستقبل مشرق. إذا إخوة الكرام، الاستراتيجية يعتمد على التاريخ، يعني ما أكد لهم التاريخ وأنها فرصة حقيقية للاستثمار، وأن نبدأ الآن، ناو إز ناو، يعني نبدأ الآن في تسجيل وأخذ مكاننا، لأنها كما قلتنا فهي فرصة حقيقية لتحقيق مستقبل مشرق إن شاء الله. نعم، كذلك إخوان الكرام، بالنسبة للنقاط القوية لسويس كوين، إذا النقاط القوية، فالسويس كوين عملة شعبية، وتقريبا 200 مليون من عملات معدنية، 300 مليون من عملات معدنية مجانا. كذلك مستقرة، حقوق التضخم ليست مثل زيادة النقود الائتمانية في أقصى كمية سويس كوين. الإنتاج في مماثلة لموارد مثل المعادن الثمينة تقتصر على 10 مليارات أجزاء التعدين، إذا فهذا كذلك فهو من النقاط القوية في السويس كوين. كذلك تعتمد ماستر كار، أنتم تعرفون أن تقريبا 36 مليون موقع مقبول في 211 دولة من خلال التعاون مع الماستر كار. إخوان الكرام، كذلك إخوان الكرام، سويس كوين هي عملة تشفير جديدة والتي تقوم على مبدأ تعدين بيتكوين وسهلة الاستخدام بمحافظ إلكترونية آمنة. كذلك سويس كوين استخدامها لأفضل طرق التشفير الحديثة. كذلك إخوان الكرام، السويس كوين فهي سريعة الاستخدام، والمعاملات المالية يمكن تنفيذها في غضون ثواني معدودة في جميع أنحاء العالم. نعم، كذلك إخوان الكرام، هناك أربع ركائز النجاح يعتمد عليها البرنامج، اللي هي الثقة، الاستثمار، ثم السوق، ثم المنتجات. الثقة في المنتج السويسري، يعتمد المستثمرون على إمكانات كبيرة، السوق سوق بمليارات الدولارات ناجحة كما هي في البيتكوين، شركة سويسرية مع شريك ومدير سويسري، منتوج وتشفيرات جديدة، والاستجابة للأزمة المالية. 2.5 مليار شخص في العالم ليس لديهم حساب مصرفي، واستخراج أكبر كميات ممكنة من التشفيرات المتقدمة. وهذا من هم أربع الركائز التي يعتمد عليها النجاح هذا المشروع. كذلك إخوة الكرام، من عوامل النجاح أن الأزمة المالية والناس تعبوا من مجزوج كل بضعة عقود، وكذلك لماذا يجب عليك أن تترك أموالك على مقاعد البدلاء، تراجع الثقة في الحكومات والبنوك، وتوسيع العمولات التشفيرية المستقلة. نعم، كذلك إخوة الكرام، من استراتيجية السويس كوين التسجيل مجانا واستغلال فرصة السويس كوين، استثمار في السوق لديه أبعاد ورؤية واضحة ومستقبل مشرق.
تنظيم فريق وتسويق المنتجات باعتبار الانترنت سوق منفتح على العالميه، اعتبار السويس كوين اداه الدفع المستقبليه وتوفرها على عده طرق للربح. نعم، إذن إخوة الكرام كما رأيتم، بالنسبة للإخوة الكرام إذن هذا هو تقديم برنامج لي وكما رأيتم للسويس كوين. إذن مرحبا بكم إخوة الكرام في هذا العملة الرقمية الجديدة التي تعتمد صراحة على نظام متميز، تسويق متميز، نظام نيتورك ماركتينغ لم يسبق له مثيل. كذلك إخوان الكرام يعتمدون على تقنيات جديدة في التشفير، تشفير العملات الرقمية، تواجدها في السويس في سويسرا اللي هي تعتبر أكبر قطب مالي عالمي ومعروفة على الصعيد العالمي. وكذلك إخوان الكرام فأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذا المشروع وأن تستفيدوا منه الاستفادة الكبيرة. وكما قلت لكم إخوان الكرام ابدأوا الآن، الآن ثم الآن، فالفرصة فدائما تكون في البداية، فاستغلوا إخوة الكرام من يشاهد الفيديو فليستغل هذه الفرصة التي ينظر أمامه من أجل تغيير حياته إلى الأفضل. إن شاء الله ستكون يعني أول حفل افتتاح يوم 2 جوي 2016 في مدينة فرانكفورت في ألمانيا إن شاء الله. هذا الحفل يتم تنظيمه من أجل الافتتاح الرسمي للشركة إن شاء الله. بالنسبة لفتح الأسواق سيكون إن شاء الله في شهر 6 إن شاء الله، نتمنى ذلك إن شاء الله. الآن التسجيلات فهي مفتوحة، من رغب أن يتسجل فليتسجل الآن، هناك بونس ترحيبي يعطونه لك فقط بمجرد التسجيل. إذن إن شاء الله موعدكم إن شاء الله مع فيديو آخر إن شاء الله جديد من أجل شروحات جديدة إن شاء الله في هذا البرنامج الطموح اللي هو سويس كوين. إذن لن أطول عليكم، أترككم في رعاية الله وأقول لكم في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى الملتقى.